أسعد الله أوقاتكم اليوم ومن قلب القاهرة ستسمعون بعضا من ملامحكم وأوجاعكم من خلال حروف رسمها هو بصوته ووضعها في إطار موسيقي رعب. كل تراك ليا اسلوبي وطريقتي تطور باستمرار وانا من قلبي بشكر ربي. الحقد مش طبيعتي لاني دايما راضي بنفسي حب الناس عطولها مني اللي كاره مش بيسهل هوب مصري. ربطت اسمه باسمي اتكلمت بصوت الواقع عبرت كتير عن نفسي واللي كان دايما كاره من غير ما يحس كان ساعدني برمليان بالانتقام بهي دي طريقتي. بحب اجيب بالاخر بخفي دايما نقط ضعفي معادلة صعبة في التفكير انك في يوم تقفشني. صوت الشعب من القاهرة صاهر بعلي حظي بواصل الاحداث بحكي بعني لغة خصمي. بكل الاحترام بعرف اخليك ازاي تسمعني بحاول اوصل كل رسايلي عن طريق مزيكتي. فلو بقت شتايم فبرضه مش هرد مش هعملك اي قيمة فك وحش عالكبر. ايوه هتبقى قطمة ايوه